كان ما كتتسمنى هذه كان شرطي طردوه في وقت ما لأن وقف السيارة قلنا خدم مول السيارة قالوا ما تعرفنيش شافوا قالوا نعرفك وين ولكن قطعت يعني الاخر سوسنتين دي ندير خدمتي طردوا من الشرطة طردوه قولها بصوت عالي أمام الكاميرا طردوه ولكن الآن ندافع عليه باش نجيبوا له حقه وراح نجيبوا له حقه لأن الإطارات تاع الشرطة اليوم أنا نعتبر بأن أنزه من وقت معين والشرطي خرجنا من مرتاح باسكو رايحين نجيبوا له حقه ولكن ما ندخلوش في تسيير الشرطة كتسيير في الدارك وفي ولا في الجيش ولا في العدالة ولكن إذا كان يعني مواطن ولا شرطي ولا عسكري ولا مثلا الحق نتاعو راح عندنا الحق باش عنده الحق باش يطمع فينا باش ندافع عليه.